الله يعطيك العافية. كابتن أبو خالد كان في الشباب المبتدئة في الجيم بيسألوا بيقولوا كم مرة نتمرن العضلة في الأسبوع؟ فمن وجهة نظرك كم مرة نتمرن العضلة في الأسبوع؟ تمرين العضلات. تمام. العضلات تنقسم إلى قسمين، عضلات كبيرة. تمام. مجموعة كبيرة ومجموعة صغيرة. تمام. نحن عارفين الصدر والأكتاف واللي هو الظهر وطبعاً العضلة الأرجل هي العضلات الكبيرة، وعضلات الصغيرة هي مقسومة هي الترابيس وعضلات الذراعين بشكل كله وعضلات السمان. الآن العضلات الكبيرة يكفي للمبتدئين مرة واحدة أسبوعية. تمام. علشان الاستشفاء وعلشان طبعا طبيعة التغذية، والعضلات الصغيرة ممكن تتمرنها مرتين أسبوعيا، لكن مرة بشكل مكثف ومرة بشكل يعني طبيعي أو متوازن. يعني شاب مبتدئ دخل الجيم كم مرة يتمرن للصدر للظهر للكتاف؟ يعني مرة واحدة كافية. كافية. نعم أكيد. أما الناس المتقدمة إحنا ما لها علاقة، هو عنده برنامج هو حر فيه. أي برنامج تاني. نعم والله يعطيك العافية. احترام البروف والتسجيل. حياك الله.